فريق الأنانوك الشبابي يطلق مهرجانه السابع على أرض جامعة بغداد. كرنفال يضم العائلات البغدادية وشبابها للاحتفال ببداية السنة الميلادية البابلية واستقبال فصل الربيع أيضا بإطلاق أمنياتهم عبر البالونات الضوئية في السماء. نعم للحياة بطريقة أخرى والوجه الآخر لبغداد الجميلة، نعم للحرية والتمدن والدولة المدنية، قالها شباب وعائلات بغداد. يصادف ويا يعني دائما ويا ذكرى رأس السنة البابلية، اليوم يعني 6778 رأس السنة الميلادية، فالفكرة هي يعني جاءت عن أسطورة، أسطورة الأنوناك، يعني أسطورة معروفة إنه نزلوا ناس نزلوا من الفضاء إلى الأرض. وشفنا اليوم يعني بهذا الكرنفال المتميز بحضور من شباب وعوائل وكان يعني شيء كلش حلو إن شاء الله، وبالتوفيق وإلى كرنفالات ومهرجانات أكثر وأعمق من هذا الشيء إن شاء الله. أكثر من 5000 شخص حضر إلى كرنفال الأضواء السمائية، كما أنه احتضن فعاليات مختلفة، بازارات وفرقا موسيقية وحتى الغناء التراثي البغدادي الذي أضاف إلى العائلات والشباب جانبا ترفيهيا. بغض النظر عن يعني الاوضاع اللي احنا نمر بها، لكن هيك مهرجانات تكون متنفس لنا، فيعني مبادره حلوه، مهرجان كلش جميل، يعني كلش مشاركه حلوه، بحيث يعني الشباب يعني دا يحتفلون وفرحانين، والعوائل هم يعني ما تضايقنا، كلش كان يعني التلاحم حلو وشي كلش مرتب. ان شاء الله دائما نشوف هيك مهرجانات وتعود بغداد تسمو من جديد. ما يميز هذا الكرنفال حجم رسائل المحبه والامنيات فيها، والتي نشرت عبر البالونات الضوئيه في السماء. فرق استعراضية، أقوال ومآثر كأنها موجهة بالدرجة الأولى لمن ينشر الحزن، مفادها نرفض القيود ونأبى إلا أن نفرح. هكذا يستقبل شباب وعائلات بغداد أجواء الربيع. في الأرض أقدام تتزاحم لنشر الحب والسلام، وفي السماء كرنفال للأضواء بحجم الأمنيات وبحجم الطموح. من بغداد، خمال الكاتب، الحرة.